بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخره والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فمن رحام بيت الله الحرام ما زال هذا المجلس المبارك منعقدا من هذه البقعة الطاهرة المباركة في مجلسنا هذه الليلة المجلس الخامس والعشرين من مجالس مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي الأنصاري رحمة الله عليه وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في تعداد المسائل المذكوره في اخر انواع الكتاب في الخصائص المتعلقه بالفضائل والمناقب والكرامات في غير النكاح ومضى منها سبع مسائل وها نحن نشرع الليله في تكمالها وسرد ما يتعلق بها وصلا للاحق بالسابق عسى ان يكون مجلسنا هذا ايها المباركون مجلسا مباركا وقد اجتمع له بركه المكان ها هنا في رحاب بيت الله الحرام. مع بركه الزمان في هذا الشهر الحرام ونحن في ليله النصف من شهر رجب الحرام او ليله الرابع عشر منه ويزداد بركه مجلسكم هذا بهذا العمل الصالح المبارك وانتم تستكثرون من الصلاه والسلام على إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم اذ المجلس متعلق بخصائصه عليه الصلاه والسلام سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المساله الثامنه جعلت له ولامته الارض مسجدا وطهورا هكذا بايجاز ساق المصنف رحمه الله هذه المساله وهي واحده من الخصال او الخصائص المذكوره في الحديث الذي تم به مجلس ليله الجمعه الماضيه وتذكرونه في قوله عليه الصلاه والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر فيه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام كما هو منصوص الحديث الشريف الذي سمعتم انه اعطيها من بين ما اعطي دون سائر الانبياء عليهم الصلاه والسلام. جعلت له الارض صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا. مسجدا يعني موضع سجود. لا يختص السجود منها بموضع دون غيره. هكذا فسر بعض اهل العلم. وقال اخرون في معنى جعلت لي الارض مسجدا. قالوا يمكن ان يكون مجازا عن المكان المبني للصلاه المسجد الذي نسميه مسجدا. فإنما سميت المساجد مساجد ليس لأننا نسجد ونخرج بل لأنها تقام فيها الصلاة وهذا من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت الأرض كذلك وكانت كالمسجد في هذا المعنى قال الداودي وغيره قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا هذا في فهم وبيان معنى كون المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا إن هذا من خصائصه فهل معناه أن الأرض لم تكن طهوراً لغيره من الأنبياء؟ قالوا في معناه بعض الأقوال منها ما ذكر أن الأرض كانت لغيره مسجداً لكنها لم تكن له طهوراً. قالوا لأن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة. هكذا قيل. وقيل في وجه آخر إنما أبيحت الأرض لمن تقدم من الأمم والأنبياء السابقين عليهم السلام في مواضع يتيقنون طهارتها بخلاف هذه الأمة إذ جعل الأصل فيها ولها أن تكون الأرض طهورة فأبيح لها في جميع الأرض إلا ما تيقنوا نجاسته هذا قول ثان في بيان خصوصية هذه المسألة للنبي عليه الصلاة والسلام لأمته تبعا له وفي وجه ثالث في بيان معنى الخصوصيه ما قاله الخطابي ونقله غير واحد من اهل العلم ان من قبله من الانبياء عليهم السلام ابيحت لهم الصلاه في اماكن مخصوصه كالبيع والصوامع ويؤيد هذا روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده التي اخرجها الامام احمد وكان من قبلي انما يصلون في كنائسهم وبيعهم قالوا هذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصيه به ويؤيده ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه ولم يكن احد من الانبياء يصلي حتى يبلغ محرابه اخرجه البزار قال الهيثمي وفيه من لم اعرفهم هذا معنى كونها اي الارض مسجدا فما معنى كونها طهورا ان قلت معناه ان الارض طاهره فهذا تحصيل حاصل لان هذا تحقق بكونها مسجدا يعني موضع صلاه وسجود اذ لو لم تكن طاهره ما صحت الصلاه فيها اذن قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ينبغي ان يكون طهورا بمعنى يضاف فيه شيء غير معنى الطهاره ولهذا قالوا ان الطهور هنا هو المطهر لغيره وليس مجرد الطاهره في نفسه فقط لأن الحديث إنما سيق لإثباتها وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه مرفوعا في هذا الحديث بلفظ جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ومعنى طيبة في الحديث إذن طاهرة فلو كان معنى الطهور هو الطاهر للزم تحصيل الحاصل كما قال أهل العلم ومنه ذهب بعض الفقهاء إلى الاحتجاج بخصوصيه التيمم بالتراب دون غيره قالوا يدل عليه حديث مسلم من روايه حذيفه رضي الله عنه ولفظه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء والمساله محل نقاش بين اهل العلم في قضيه افاده التيمم بالتراب او بغيره مما على الارض من حجر وما كان ايضا من صخر ورمل ونحوه، والمساله محل بسط عند الفقهاء، فهذا من خصوصيه نبينا عليه الصلاه والسلام ان جعلت له ولامته الارض كلها مسجدا وطهورا، واستثني ذلك من ذلك ما تيقن نجاسته فيخرج عن هذا الاصل العام، والحمد لله على فضله وانعامه. المساله التاسعه احلت له ولامته الغنائم. ولم تحل لأحد قبله الغنائم جمع غنيمة وهي ما يؤخذ من مال الكفار بعد قتالهم والغلبة عليهم والظفر والنصر الذي يؤزر الله عز وجل ويعز به جند الدين وأهله وأولياءه فإذا غلبوا في جهادهم أهل الكفر والصد عن سبيل الله كانت الأموال التي تكتسب من وراء تلك الغزوات والجهاد غنائم قال: احلت له ولامته الغنائم، نعم. احلت له ولامته الغنائم ولم تحل لاحد قبله، بل كانوا يجمعونها ثم تاتي نار من السماء فتاكلها، كما جاء مبينا في الصحيح من روايه ابي هريره في حديث النبي الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. هذا وجه خصوصيه المساله بامتنا المباركه، فضلا من الله وكرامه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احلت لنا الغنائم امه الاسلام ووجه الخصوصيه ان هذا لم يكن حلالا لمن قبلنا من الامم، اذا ما كانوا يفعلون بالغنائم؟ ما الذي كان يحصل؟ قال الامام الخطابي رحمه الله: كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم مغانم. ومنهم من اذن له فيه لكن كانوا اذا غنموا شيئا لم يحل لهم ان ياكلوه وجاءت نار فاحرقته وقال الامام ابن دقيق العيد يحتمل ان يكون المراد بحلها كما سيسوق المصنف هنا انه خص بالتصرف في الغنيمه يصرفها كيف يشاء قال المصنف رحمه الله كانوا يجمعونها يعني في الامم السابقه ثم تاتي نار من السماء فتاكلها كما جاء مبينا في الصحيح من روايه ابي هريره رضي الله عنه في حديث النبي الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. يشير بذلك الى الحديث الذي اخرج البخاري في فرض الخمس انه غزا نبي من الانبياء فذكر القصه الى ان قال: فجمع الغنائم فجاءت يعني النار فلم تطعمها هكذا في روايه البخاري. وفي روايه عبد الرزاق عند احمد ومسلم قال فجمعوا ما غنموا فاقبلت النار زاد في روايه سعيد بن المسيب وكانوا اذا غنموا غنيمه بعث الله عليها النار فتاكلها فذكر القصه الى ان قال ثم احل الله لنا الغنائم راى ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا هكذا اخرج الامام احمد والامام مسلم ايضا في الصحيح من روايه عبد الرزاق. وفي روايه للنسائي في السنن قال عليه الصلاه والسلام عند ذلك ان الله اطعمنا الغنائم رحمه بنا، رحمه رحمنا بها وتخفيفا خففه عنا. فهذا اذا في الروايات التي اخرج الائمه احمد ومسلم والنسائي صريح في ان الغنائم لم يكن لهم ان ياخذوا منها شيئا، فانهم كانوا يغزون وياخذون اموال اعدائهم واسلابهم لكن لا يتصرفون فيها بل كانوا يجمعونها وعلامه قبول غزوهم اذا قبل الله جهادهم ان تنزل النار من السماء فتاكلها وعلامه عدم قبول غزوهم وجهادهم علامه عدم قبوله ان لا تنزل النار فاذا قيل كيف يغزون ويجاهدون ولا يقبل لهم جهاد قالوا من اسباب عدم القبول ان يقع فيهم الغلول وهو الاخذ خلصة وسرقة شيء من الغنيمة قبل قسمتها لكن الله تعالى من على هذه الامه ورحمها فاباح لها الغنائم وهذا لشرف نبيها صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل فحل الله الغنيمة وستر الغلول وطوى عنهم فضيحة اثر عدم القبول فلله الحمد واما الحديث الذي فيه واحل لنا الخمس كما سياتي في كلام ابن دقيق العيد فانه ليس المقصود به الا ما يتفرع عن هذه المساله. قال المصنف رحمه الله كما جاء في الصحيح من روايه ابي هريره في حديث النبي الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس يشير بذلك الى نبي بني اسرائيل يوشع ابن نون عليه السلام الذي قيل له اليوم يوم الجمعه فهموا بتفتاح مدينه وقد غزوها فدنت الشمس للغروب وقد كانوا يوم السبت او ليله السبت يحرم عليهم القتال فخشي ان دخلت ليله السبت ان يثبتوا يعني ان يكفوا عن القتال لاجل يوم السبت فنادى الشمس اني ماموره وإنك إني مأمور وإنك مأموره فوقفت حتى افتتحها، وفي الحديث في روايه البخاري أن فيه لفظا قال اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم، وفي الحديث قصه النار وامتناعها عن أكل الغنائم كعادتها لما جاء في لفظ البخاري قال فجمع الغنائم فجاءت النار فلم تطعمها الحديث. وسبق لكم في سماع ما جاء في رواية الأئمة أحمد ومسلم والنساء مما هو أصرح في ذكر ما كان عليه شأن الأنبياء السابقين عليهم السلام في عدم حل الغنائم لهم والله أعلم قال الشيخ تقي الدين القشيري يحتمل أن يراد بحلها له أن يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد كما في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول الايه ويحتمل ان يراد ان يراد لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم وامته وفي بعض الاحاديث احل لنا الخمس الخمس اخرجه ابن حبان في صحيحه قلت قد يجاب عن هذا بان الخمس خص منها لشرفه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام هذا النقل عن الامام ابن دقيق العيد ابو الفتح محمد بن علي الشيخ تقي الدين القشيري قال في معنى احلت له الغنائم يحتمل انه يراد بحلها ان يتصرف فيها كيف يشاء يعني ان يفوض صلى الله عليه وسلم في امر قسمتها كما قال الله يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول يعني امرها لله وليس الانتفاع بها بل الامر فيها قسمه وتصرفا وانفاذا. ويحتمل ان يراد لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم ولامته يعني حل الانتفاع بها واستعمالها والتصرف فيها. وهذا المنقول عن الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هو تفسير لمعنى قوله عليه الصلاه والسلام وجعلت في قوله عليه الصلاه والسلام احلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي. في بعض الاحاديث ما يشعر ظاهره بذلك ويحتمل ان يراد بالغنائم بعضها اذ في حديث اخرجه ابن حبان واحل لنا الخمس فهل يقال ال ال الذي حل منها هو الخمس واربعه اخماسه ليس كذلك؟ هذا وجه لكن الوجه الاظهر ان يقال بل كلها حلال وخص الخمس منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لحق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام في مزيد تشريف كما قال هنا في نهاية الجواب أنه خص منها لشرفه قال الحافظ ابن حجر والأول أصوب يعني حل كل الغنائم لأن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا والله أعلم المسألة العاشرة جعلت أمته شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم رسالاتهم قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية ومستندهم في الشهادة وإن لم, ي... وإن لم يروا ذلك إخبار الله تعالى لهم به في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد كذبت ثمود فكذبوا رسلي ونحوها من الآيات هذه عاشر المسائل في الخصائص لنبي الله صلى الله عليه وسلم وهي أنه خص بأن جعلت أمته شهيدة يوم القيامة على الأمم ولا يقول أن قائل الخصيصة هنا لأمته وليست لشخصه عليه الصلاة والسلام لأن الجواب إنما جعلت الخصوصية هذه لأمته من أجله عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعلناكم امه وسطا الخيارا عدولا كما قال عليه الصلاه والسلام ومقتضى الخيريه والعداله قبول الشهاده قال لتكونوا اذا هذا الوصف الكريم لهذه الامه المباركه بالوسطيه اي بالخيريه والعداله هو لتحقيق هذا المعنى. لتكونوا شهداء على الناس. وفي سوره الحج في ختامها: مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. اذا هذه منقبه اننا يا امه الاسلام شهداء يوم القيامه، تدري ما الشهاده؟ لو احتكم عند القاضي خصمان فادعى احدهما شيئا وانكره الاخر. فجاء بشاهد يشهد له على دعواه ليثبت القاضي والحاكم صدقه في دعواه ويقضي له بالحق. ارايتم خصومه يوم القيامه اي يوم القيامه اين تكون؟ انما تكون بين الانبياء واممهم. يقول النبي فيهم انه قد بلغ الرساله فتكذب الامم. هي خصومه يوم القيامه، اتدري من سيشهد بين نوح عليه السلام وقومه، بين عاد عليه السلام وقومه، بين ثم بين بين هود عليه السلام وقومه، بين صالح عليه السلام وقومه، بين لوط عليه السلام وقومه، وسائر الانبياء الكرام عليهم السلام، تشهد امتنا يا امه الاسلام. يؤتى بنا يوم القيامه، ياتي بنا الله عز وجل شهداء، نشهد على ماذا؟ نشهد على ان هؤلاء الانبياء قد ادوا الرساله وبلغوا الامانه. فكيف نشهد على شيء ما رايناه ولا تبنى الشهاده الا على علم برؤيه ويقين لا ما شهدنا اقوامهم ولا ادركنا ازمانهم لكننا نشهد بما اخبرنا به شرعنا في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم بما قام به الانبياء والرسل وما بلغوا به من الرسالات وبمواقف الانبياء معهم في التكذيب اما قال الله لنا في القران الكريم كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين كذب اصحاب الايكه المرسلين الم تؤمن بهذا بلى ولاننا امنا بيش... سيؤتى بنا شهداء يوم القيامه فانظروا الى عظم هذه الكرامه وشرف هذه الشهاده التي يؤتى بها لنا يوم القيامه بين الامم ثم لاحظوا هذا مع كوننا اخر الامم في زمان الحياه الدنيا لكن ناتي يوم القيامه في هذا المنصب الرفيع لنشهد لرسل الله عليهم السلام انهم ادوا امر الله وبلغوا رسالات الله الى اقوامهم فما اعظمها والله من مكانه وما اجلها من شهاده قال جعلناكم امه وسطاء اي خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس هذا معنى الشهاده ولهذا قال المصنف رحمه الله ومستندهم في الشهاده وان لم يروا ذلك اخبار الله تعالى لهم في قوله تعالى كذبت قوم نوح كذبت عاد كذبت ثمود الى اخر الايات في الحديث الصحيح ان امه نوح وهو اول الرسل يقولون يوم القيامه ما جاءنا من نذير فيقول كذبتم فيقول الله له من يشهد لك ارايتم الخصومه كيف تكون ارايتم موضع الشهاده التي ننادى بها يوم القيامه يا امه الاسلام فيقول الله من يشهد لك فيقول نوح عليه السلام محمد وامته فتشهد هذه الامه بانه انذرهم اعتمادا على ما اخبر به عز وجل في كتابه العزيز وما جاءنا في الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم في الشفاعه ليخلصهم من فصل القضاء قبل غيرهم ليحق الحق ويبطل الباطل وهذا من جليل مكانه الامه ومناقبها من مناقبها تبعا لمناقب وكرامه وفضل نبي الامه صلوات الله وسلامه عليه يجاء بنوح يوم القيامه كما في الصحيح فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغكم يقولون ما جاءنا من نذير فيقول من شهودك يقول محمد وأمته فيجاء بكم فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا المنقبة والمسألة والشهادة وهذه الخصائص بقدر ما فيها من اعتزاز وشعور جليل بفخرنا امه الاسلام فانها والله تبعه وتجعل على اعناقنا يا امه الاسلام من الشعور بشرف هذه المكانه وتبعتها ان نكون على قدر هذه المنزله الرفيعه اتدري كيف يحظى الشاهد المقبول شهادته عند القاضي والحاكم بحكم عليه بالعداله بان لا يعرف من حاله الا الصلاح والاستقامه والديانه وصلاح الظاهر واستقامة الباطن ليكون عدلاً تقبل شهادته هكذا نحن يا أمة الإسلام في ميزان الله بين الأمم عند الله عز وجل فأحرابنا والله وما أجدرنا بأن نكون على هذا المقام الرفيع نرعى مقامنا في هذه الشهادة لنعيش حياتنا في دنيانا القصيرة على معنى الحفاظ على مقتضى قبول شهادتنا يوم القيامه فنجتهد في اصلاح احوالنا واستقامه امورنا والتزامنا بشريعه ربنا لنحظى بهذا الشرف الجليل يوم القيامه ونكون شهداء الله عز وجل على خلقه في ذلك اليوم العظيم. المساله الحادية عشرة أصحابه عليه الصلاة والسلام خير الأمة فكل منهم أفضل من كل من بعده وإن رقي في العلم والعمل وخالف ابن عبد البر فيه وقال قد ياتي بعدهم من هو افضل من بعضهم وافضلهم عند اهل السنه الخلفاء الاربعه على ترتيبهم في الخلافه ثم بقيه العشره وفضل بعضهم عليا على عثمان وفضل بعضهم من مات في حياته على من بقي بعده المساله الحادية عشرة فضيله وخصوصيه مكانه الصحابه الكرام رضي الله عنهم فهم خير الامه وكل منهم كما يقول المصنف رحمه الله كل منهم افضل من كل من بعده وان رقي في العلم والعمل معنى هذا ان كل صحابي في زمن الصحابه الكرام ممن تشرف بالصحبه كل واحد خير ممن جاء بعده من الامه جميعا فكل واحد خير من كل من بعده بمعنى انه لا يمكن ان يفضل احد التابعين على احد من الصحابه بمعنى اخر ان اعلى التابعين وارقاهم منزله واعظمهم درجه لا يتجاوز في فضله ومكانته ادنى الصحابه درجه لان كل واحد من الصحابه يفوق كل من جاء بعده قال: وإن رقي في العلم والعمل يعني وإن وجدنا من التابعين من يرقى ويتقدم على بعض الصحابة في العلم والعمل هذا مستند من قال بهذا ومنهم المصنف رحمه الله ومستنده في بعض الاحاديث الثابته في الصحيحين وغيرهما من قوله عليه الصلاه والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم قالها ثلاثا او اثنتين يعني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث اخرجه البخاري من روايه عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما واخرجه مسلم ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وابي هريره وعمران بن حصين بلفظ مقارب وفيه قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال فلا ادري اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثا صلى الله عليه وسلم ويشهد لذلك ايضا ايات القران الكريم الداله على الثناء عليهم ومناقبهم ورفيع قدرهم وجليل مكانتهم دونكم قول ربكم جل جلاله محمد رسول الله والذين معه يعني الصحابه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ونصوص شبيهة مقاربة تدل على مكانتهم فضلا عن شهادة الله لهم بالرضوان في غير ما آية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فلو قال قائل هذا خاص بأهل الحديبية وهم ألف أو ألف كما في الصحيح فان عموم الايات الاخرى مثل قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم هذا صريح رضي الله عنهم ورضوا عنه وغيرها كثير من النصوص التي تبين مكانه الصحابه الكرام اين الخصوصيه هي ما ذكره انهم خير هذه الامه السؤال من اين بلغ الصحابه الكرام رضي الله عنهم تلك المرتبه الرفيعه والخيريه المطلقه على سائر الامه وكل الامه فضلها وخيرها على سائر الامم الجواب هو بشرف صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشيء اخر ولهذا فان من جاء بعدهم مهما ارتقى في العلم والعمل لا يتجاوز مرتبه الصحابه والنص خير الناس قرني او خير القرون قرني فلا يمكن ان يكون قرن بعده خير منهم اطلاقا فما الذي ميزهم الا الصحبه وما يتبع تلك الصحبه من الايمان والنصره والهجره والتضحيه والبذل والفداء رضي الله عنهم جميعا وارضاهم وسلك بنا سبيلهم قال المصنف رحمه الله تعالى وخالف ابن عبد البر فيه رحمه الله يعني خالف في هذه الجمله الاخيره قال قد ياتي بعدهم من هو افضل من بعضهم وعلى هذا جمله من المحققين من العلماء يعني ربما يبلغ بعض التابعين او اتباع التابعين او بعض من ياتي بعدهم في الامه بما يكتب الله له من الايمان والعلم والعمل الصالح درجه يفوق فيها بعض الصحابه الكرام ممن هو في اقل وادنى مراتب الصحابه ايمانا وعلما وعملا هذا يحتاج الى اثبات بدليل ويمكن ان يستانس له بمثل شهاده النبي عليه الصلاه والسلام لبعض من جاء بعده في الامه يذكر مناقبهم كما في حديث اويس بن عامر القرني لما اشاد وذكر النبي عليه الصلاه والسلام فيه منقبه وانه صاحب بر بامه وله دعوه مجابه واشار بذكره وانه سياتي بعده عليه الصلاه والسلام قال المصنف رحمه الله في ذكر مكانه الصحابه وترتيبهم في الفضل قال افضلهم عند اهل السنه الخلفاء الاربعه على ترتيبهم في الخلافه ثم بقيه العشره وفضل بعضهم عليا على عثمان. نعم في ترتيب الصحابه هم درجات واصل هذا الترتيب قول الله تعالى في سوره الحديد. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال اهل العلم: فالصحب الكرام كلهم داخل في الخيريه خير الناس او خير القرون قرن. ثم من كان من اسلم قبل الفتح مفضل على من اسلم بعده بنص اية سوره الحديد. ثم تأتي المناقب تباعا ليكون من شهد بدرا افضل من غيره من عموم من اسلم قبل الفتح لقوله عليه الصلاه والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم في قصه حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله عنه وارضاه ثم يفوق العش... ثم يفوق اهل بدر العشره المبشرون بالجنه للتنصيص الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم عن كل واحد منهم انه في الجنه ثم يفوق هؤلاء العشره المبشرين الاربعه الخلفاء وهم منهم فياتي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل من غيرهم من العشره وسائرهم ثم من هؤلاء ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافه هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أمة الإسلام على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان بل إن عقد الإجماع على ذلك ولم يخالف فيه إلا الرافضة وإلا فإن فضيلة أبي بكر فعمر فعثمان فعلي تدل على ترتيبهم في الخلافة كما فضلوا في الترتيب في الفضل في الأمة بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وليس في هذا الترتيب منقصة قط ولا فضل أحد على أحد يلزم منه إثبات منقصة وحط قدر من الآخر قط وهذا أصل مقرر لا إشكال فيه ولهذا فإن عددا من أهل العلم ذهبوا إلى تقرير المسألة على وجه لا ينازع فيه قال الحافظ ابن حجر ذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان وكان هذا نعم في الزمن الأول في القرن الأول الهجري ثم ما لبث أن اندثر هذا المذهب واعلموا رعاكم الله أن بعض أهل العلم في تلك الازمان المفضله ممن كان يرى تفضيل علي على عثمان ليس يحمله على معتقد الشيعه الرافضه الذي ال الى غلو ومبالغه في زعم الامامه والولايه والحط من قدر باقي الصحابه الكرام رضي الله عنهم انما كانت موازنه وان مقتضى الفضائل الثابته في شان امير المؤمنين علي رضي الله عنه اعلى واكبر مما ثبت في حق عثمان رضي الله عنه الخليفه امير المؤمنين ذو النورين، وهذا اجتهاد سائغ مقبول وان كان خلاف ما عليه جمهور الامه حتى في ذلك الزمن، لكنه ما لبث ان آل الى اتفاق سوى ما شذ به من أخذ مذهب الرافضة والتشيع فغلا في المسألة ورتبها على نحو تقرر في عقائدهم بالغلو وإبطال ما تقرر في هذا الأصل الكبير قال وفضل بعضهم من مات في حياته صلى الله عليه وسلم على من بقي بعده لم يذكر لهذا القول قائل وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقول في سائر من استشهد في بدر وأحد والخندق وما بعدها من الغزوات ومن مات في غير الاستشهاد أيضا كلهم ذكروهم بفضل على سائر من جاء من الصحابة والمسألة لا يثبت فيها دليل بهذا التعميم وإن ثبت في أحدهم بنصوص خاصة فلكل منقبته وفضيلته رضي الله عنهم جميعا المسألة الثانية عشرة جعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة جعلت صفوف امته عليه الصلاه والسلام كصفوف الملائكه. اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث حذيفه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. الحديث صحيح عند الامام مسلم وهذا شرف جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وذكر هذا الشيخان وقد سمعتم رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح فإن قلت لم يبين في الحديث كيفية صفوف الملائكة التي شبهنا بها في هذا الحديث فما هي؟ فالجواب أن ذلك قد جاء بيانه في حديث آخر وهو ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها قلنا وكيف تصف الملائكه عند ربها واسمعوا فهذا موضع الشاهد في هذه الفضيله ان جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه اي صفوف صفوف الصلاه ايها المصلون وصفوف المجاهدين في الغزو والجهاد اما صفوف الصلاه فالتي تشمل عامه المصلين القاصدين بيوت الله عز وجل، اذا قال امامكم في الصلاه استووا او ساووا صفوفكم فاعلموا انها دعوه الى ان نرقى بصفوفنا في الصلاه فنتشبه بكل فخر واعتزاز بصفوف الملائكه عند ربها، وهذا ما جعل الصحابه رضي الله عنهم يسالون يا رسول الله كيف تصف الملائكه عند ربها؟ اسمعوا قال عليه الصلاة والسلام يتموم يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف هاتان صفتان إكمال الصف الأول فالأول والصفة الثانية التراص في الصف ومعنى التراص التقارب وسد الفجوات والثغرات وعدم ترك الفجوات هذه للشيطان الذي يتخلل بين الصف كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وقد روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة قال وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشياطين ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله أين الخصوصية؟ قال اهل العلم ظاهر هذه الاحاديث ان من قبلنا كانوا لا يسوون صفوفهم في صلاتهم وانما يتقدمون ويتاخرون او ربما لم يكن لهم امر بصفوف تقام في العبادات والصلاه ولا حرج عليهم في ذلك فخصت هذه الامه بالتسويه هذا الشرف الذي شبهنا فيه بصنيع الملائكه الكرام عليهم السلام عند ربهم عز وجل كما في الجهاد لما قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ماذا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذه الخصوصية في تسوية الصفوف في الجهاد وفي الصلاة جاءت على الأمر والإلزام وخصوصا في الصلاة فإنه قد جاء الوعيد في عدم الخلل في الصفوف كما سمعتم ولا تذروا فرجات للشيطان سدوا الخلل حاذوا بين المناكب وفي قوله عليه الصلاة والسلام عباد الله لا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم قالها لما راى رجلا قد بدا صدره في الصف وهو يسويه قبل اقامه الصلاه والدخول فيها صلى الله عليه واله وسلم فهذا وجه الخصوصيه والمنقبه والكرامه التي خصصنا بها امه الاسلام ان جعلت صفوفنا في الصلاه كصفوف الملائكه الكرام عليهم السلام. المساله الثالثه عشره له صلى الله عليه وسلم شفاعات اولاهن الشفاعة العظمى في الف... في الفصل بين اهل الموقف حين يفزعون اليه بعد الانبياء كما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعه والثانيه في جماعه يدخلون الجنه بغير حساب والثالثه في ناس استحقوا دخول النار والرابعه في ناس دخلوا النار فيخرجون والخامسه في رفع درجات ناس في الجنه والاولى مختصة به وكذا الثانية. قال النووي في الروضة: ويجوز ان تكون الثالثة والخامسة ايضا. اي والرابعة يشاركه فيها غيره من الانبياء والعلماء والاولياء. وقال القاضي عياض: ان شفاعته لاخراج من في قلبه مثقال حبة من ايمان مختصة به، اذ لم يأت شفاعة لغيره الا قبل هذا. هذه المسألة الثالثة عشرة وهي من جليل المسائل والخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام ألا وهي الشفاعة الشفاعة هي أن يرغب الشافع في رضا وقبول وعفو المشفوع عنده إن قسنا هذا بحياتنا معشر البشر فإن من يعز عليك ومن لا ترد له كلمه اذا اقبل اليك يشفع عندك في شخص لك عليه حق لتسقط الحق او لك عليه عتب لتعفو عنه او لك عنده حق فتتنازل او عليك ملامة وعتب فتغض الطرف فانك تقبل سواء كان الشافع هنا ابنا او زوجه او ابا او اما او صديقا او استاذا ومن له عندك كلمه لا ترد هكذا هو في المعنى ذاته تكون الشفاعة يوم القيامة. الموقف صعب والحساب عسير والهول شديد والموقف فيه عظمة الخالق جل جلاله وهو يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يوم الآزفة، يوم القارعة، يوم الغاشية، يوم الاهوال والشدائد والكروبات يأتي الناس في غاية الضعف في غايه الخوف والفزع، سمي بيوم الفزع ذلك اليوم من اجل ما فيه من تلك الاهوال والشداد. فيبحث الناس عن شفاعات، لا تقل ان احدا دون احد ليس يبحث عن الشفاعة في ذلك الموقف العصاة والكفرة والفسقة والمجرمون، كلا هم وغيرهم. حتى الصالحون لانهم يدركون ان ما هم فيه من طاعه وايمان لا يزال مع تقصير وخلل وما لا يليق بمقام الرب الخالق جل جلاله وفي ذلك الموقف العظيم محل نظر يستجيب يستوجب لهم النظر الى اشفاق على حالهم ذاك موقف الشفاعات يوم القيامه يكرم الله عز وجل الخلائق بان يفتح باب الشفاعات وياذن الله لمن يشاء ويرضى فيقبل شفاعه من ياذن له سبحانه بالشفاعه قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ياتي الشافعون اين الخصوصيه هنا يوم القيامه يشفع الانبياء تشفع الملائكه تشفع الرسل تشفع الاباء والامهات لاولادهم يشفع الصالحون لاقوامهم يشفع الرجل في اهل بيته الخصوصيه هنا في انواع من الشفاعات التي يكرم الله الخلائق يوم القيامة بفتح أبوابها فهذا المقصود بالسياق هنا قال المسألة الثالثة عشرة له صلى الله عليه وسلم شفاعات أولاهن وهذه أعظمها الشفاعة العظمى التي ما زلنا نقولها نرددها خلف كل صلاة اللهم رب هذه خلف كل في أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته الوسيلة هي الشفاعة وقيل منزلة في الجنة الفضيلة تلك المنزلة التي يراد قيل هي الشفاعة وقيل غيرها لكنه ثبت بنصوص الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ان الشفاعة التي تثبت له والتي ما زلنا ندعو بها ونسالها ان يعطاها عليه الصلاه والسلام هي هذه الشفاعة العظمى، لما سميت بالعظمى؟ لانها اكبر الشفاعات يوم القيامه على الاطلاق. ما وجه عظمتها؟ انها ليست خاصة بأمته ولا ببعضهم ولا بالصالحين ولا بأهل الكبائر ولا بمن دخل النار، بل هي عامه لكل الخلائق بمن فيهم الانبياء والرسل شفاعه فيما يشفع عند الله ان ياذن جل جلاله ببدء الحساب والفصل بين الخلائق وان ينتهي موقف الهول والفزع والانتظار الذي شق عليهم طوله حتى دنت فيه الشمس من رؤوس الخلائق وطال قيامهم وتصبب عرقهم فشق عليهم ايما مشقه وعند الفزع الاكبر والهول الشديد في ذلك الموقف العظيم، تاتي شفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الطويل ان الخلائق تاتي الى ادم عليه السلام فتلتمس الشفاعه عنده انت ابو ابونا ابو البشر فيعتذر فيذهبون الى نوح فموسى فعيسى ثم ياتون نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما يعتذر الانبياء الكرام عليهم السلام فيقول انا لها انا لها فيذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد علمه اياها ليقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع هذه اعظم الشفاعات وهي جلية في اختصاصها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الفصل بين اهل الموقف حين يفزعون اليه بعد الانبياء، يعني بعد ما يمرون بالانبياء كما ثبت في الصحيح من حديث الشفاعة. الفصل بين اهل الموقف يا كرام يعني ان يؤذن لاهل الجنة بدخول الجنة ولاهل النار بدخول النار. فأين موطن الشفاعة المرغوبة المطلوبة آنذاك؟ المطلوب هو انقضاء ذلك الموقف العصيب ولو شبهنا هذا بموقف ينتظره بعض من يحوط به القلق والرعب والهلع والخوف كاسير وقع في يد اسره فلا يدري ايقتل ام يطلق اسره وهو ينتظر قرار صاحب القرار وقيل انه سيحين موعده اذا جاء اذا عرض عليه الامر اذا طلب ان يعرض عليه الامر فما يزال هذا المضروب به المثل يحيط به من القلق والرعب والهلع والخوف ما لو قيل له انك مقتول لكان اهون عليه لا شك ان القلق المنتظر والخوف المتربص اشد رعبا من القتل نفسه وهذا مما لا يخفى على احد ومما لا يختلف فيه شعور البشر فكيف بهول الموقف يوم الفزع الاكبر كما سماه الله جل جلاله فالخلائق واقفة حفاة عراة غرلا بهما قد دنت الشمس من رؤوسهم وتصبب العرق فألجمهم إلجاما والكل ينتظر أهل الجنة ينتظرون أن يصرف بهم إلى الجنة وأهل النار إلى النار فلذلك كانت شفاعة عظمى للفصل بين أهل الموقف الثانية في فئة تدخل الجنة بغير حساب قال عليه الصلاه والسلام يدخل الجنه من امتي زمره هم سبعون الفا تضيء وجوههم اضاءه القمر ليله البدر فقام عكاشه بن محصن الاسدي يرفع نمره عليه فقال يا رسول الله أدعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم فقام اخر فقال سبقك بها عكاشه هذه الفئه الكريمه تدخل الجنه بغير حساب قيل هم السبعون الفا وقيل غيرهم يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم هي ايضا من شفاعاته عليه الصلاه والسلام الثالثه من شفاعاته شفاعته لفئه من امته استحقت دخول النار يدل على ذلك حديث ابي داود ومالك وغيرهم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي فخص عليه الصلاه والسلام اهل الكبائر وليس أهل كبائر بهذا الوصف إلا وهم ممن استحق دخول النار نسأل الله السلامة والعافية شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هكذا رواه عدد من أهل العلم وقد أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس قال في الرابعة في ناس دخلوا النار فيخرجون منها أيضا بشفاعته صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يشهد لها شفاعة لأهل الكبائر فإن منهم من استحقها فينقذ منها قبل دخولها ومنهم من يدخلها فيخرجها بعدما دخل وكلاهما ممن عصم من دخول النار او اخرج منها بعد دخولها انما كان بعد فضل الله واذنه بشفاعه من شفع ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم قال والخامسه في رفع درجات اناس في الجنه فيكون في اهل الجنه في مرتبه فيبلغ بالشفاعه درجه اعلى من درجاته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع في الجنة وهذا مما يمكن أن يستدل به حيث جعل ظرفا للشفاعة أنها كانت في الجنة والحديث الصحيح مطلق عن هذا القيد أنا أول شافع وأول مشفع كما سيأتي فالمقصود أن خمس شفاعات ساقها بهذا الترتيب الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة وهكذا نقلها عنه المصنف ابن الملقن رحمه الله تعالى وقد ذكرها النووي خمسا تعقبا على الامام الرافعي رحمه الله لما قال ان الشفاعه خاصه باهل الكبائر وجعلها على هذا القيد فجاء النووي رحمه الله فتعقبه فقال هذه العباره ناقصه او باطله فان شفاعته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها ليست الشفاعه في مطلق اهل الكبائر فان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة شفاعات خمسة وذكر الخمسة المذكورة هنا وما نقل عنه المصنف رحمه الله بقوله والأولى مختصة به وكذا الثانية وقال ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا أي أيوة والرابعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء والأولياء فإذا هذه شفاعات وهي أعلى من هذا في العدد وأكثر لكننا نتكلم عما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله: والشفاعة المختصة به الاولى والثانية ويجوز ان تكون الثالثة والخامسة ايضا، ونقله عنه الاسنوي ايضا واقره عليه ووافقه به. هذه الشفاعات الخمس قال القاضي عياض ان شفاعته لاخراج من في قلبه مثقال حبه من ايمان مختصه به يعني زاد شفاعه سادسه قال اذ لم ياتي شفاعه لغيره الا قبل هذه كلام القاضي عياض هذا ساقه الامام الحافظ ابن حجر في الفتح قال الشفاعه لخروج من في قلبه مثقال ذره من ايمان لان شفاعه غيره تقع في من قلبه في من في قلبه اكثر من ذلك، يعني اكثر من مثقال ذره من ايمان، ونسبه الى القاضي عياض رحمه الله تعالى، نعم. واهمل النووي شفاعة سادسة وهي تخفيف العذاب على من استحق الخلود فيها كما في حق ابي طالب في اخراجه من غمرات النار الى ضحضاحها. هذا من التعقب قال اهمل النووي شفاعه سادس يعني ان كنا نتكلم عن شفاعات مخصوصه برسول الله صلى الله عليه وسلم فانها هنا شفاعه لم يبلغها احد سواه عليه الصلاه والسلام تخفيف العذاب على من لا يخرج من النار لانه خالد فيها فلن تكون شفاعه بخروجه ولا بدخوله الجنه لانه استحق الخلود والمثال الواضح على ذلك قال في حق ابي طالب كما خرج الشيخان في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم رزق شفاعه خصت به عليه الصلاه والسلام كان فيها تخفيف العذاب عن عمه ابي طالب في اخراجه من غمرات النار الى ضحضاحها هذا كرامه من الله جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي من الكرامات التي جعلت له صلى الله عليه وسلم والشاهد على هذه الشفاعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه في الصحيح قال لعل من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه وهذا مما استدرك على الامام النووي رحمه الله تعالى اذ انه لما تعقب الرافعي رحمه الله في اقتصاره على الشفاعه لاهل الكبائر اورد خمسا ومن الخمس ما لا يختص به عليه الصلاة والسلام كما في الرابعة المذكورة في سياقه رحمه الله في من يدخل النار فيخرج منها بشفاعة الشافعين سوى الأنبياء كالملائكة وبعض الصالحين وتعقب بأنه لم يجعل هذه منها مع أنها مما لا يشارك فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم أحد وهذا أيضا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام والحديث فيه قد أخرجه البخاري ومسلم قال النووي معنى ضحضاح من نار الضحضاح ما رق من الماء على وجه الارض الى نحو الكعبين واستعير في النار ان يكون على نعلين من نار يغلي منهما دماغه لا يعذب في سائر النار تحاط به نسال الله السلامه والعافيه. وتبقى بقيه ايضا من انواع الشفاعات يتعقب بها المصنف نقلا عن السابقين في من كتب في الشفاعات على ما ساقه النووي رحمه الله من شفاعه سابعه وثامنه وبلغ بعضهم بها اكثر من ذلك في التعداد ناتي عليها ليله الجمعه المقبله في مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى وما زلنا في ليالي هذا الشهر الحرام نستشعر عظمته وحرمته كقول ربنا جل جلاله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أما إن الليلة ليلة الرابع عشر من هذا الشهر ليلة يستتم فيها البدر في سماء دنيانا فنتذكر بذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان يعني مقمره مضيئه كي ليلتكم هذه قال فجعلت انظر اليه والى القمر فله عندي احسن من القمر صلى الله عليه وسلم فصلوا وسلموا على من فاق في جماله جمال البدر في الدجى واجعلوا من صلاتكم وسلامكم عليه سلما ترتقون به في اتباع سنته واتباع هديه والتمسك بشانه عليه الصلاه والسلام فانها درب السعاده والفلاح والنجاح جعلنا الله واياكم خيره عباده الصالحين